السلام عليكم صحباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير. مهم فيديو جديد اليوم اللي غيكون مختلف شويه. غادي نديكم معايا كارفور، غادي نوريكم لي برومو اللي كاينين في الاواني دونك في المعينات. كيف ما كتعرفوا رمضان كلشي كيبغي يعمر كوزينتو. كيف ما كتشوفوني انا درت لكم فيديو، انا خارجه كنتسنى هما متسالي باش ندوز عندها ونمشيو للكارفور. غادي نشارك معكم اون طون المعينات اللي غادي يخصوني في رمضان واللي غادي ناخذهم. دونك مهم اللي مازال ما اشتركش يشترك ويضغط على زر الجرس، ما غاديش تخسروا حتى شي حاجه. ولي جيم الى عجبكم الفيديو. الناس اللي كيسولوني على هاد البراسلي وعلى السلسله منين خديتيهم اولا بشحال خديتيهم، هادو جاوني كادو من عند سناء بلافيتا، ديجا كنت حطيتهم لكم في واحد لا فيديو. دونك يلاه معايا ونتمنى انكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا دابا حنا دخلنا الكارفور. دونك اول حاجه بدينا بها كيف ما قلت لك هي كيف ما قلت لكم هي المعنات. مهم غنخليكم على فيديو وملي غادي نمشي للدار غادي نشارك معكم بالضبط شنو خديت وكل حاجه والثمن ديالها. مهم بغيت نقول لكم غير باللي هادو راه دايرين 15.35 درهم الكيلو البنات، ماشي الحبه اولا الوحده، دونك الكيلو. مهم خليكم تفرجوا في لا فيديو وملي غادي نمشي للدار في الاخر الفيديو غنخلي لكم مشترياتي شنو شريت. Thank you.
السلام عليكم، انا رجعت معكم من بعد ديك الجوله اللي درنا في كارفور. دونك تقديت داكشي اللي خاصني، خديت البنات هاد الزليفات هادو ديال لي كيك، ديال الكيك فوندو، ديال الفلون في كريم كراميل، ديال بزاف ديال الحوايج اللي غادي نحتاجوهم في رمضان اللي كيوليو عندنا ضروريين في رمضان، كنبغيو نحليو بهم، كنبغيو نحطوهم في السحور. دونك هاد الزليفات اللي كان الثمن ديالهم هو 4 ديال الدراهم، زويونين كيدخلوا الفران، يعني شي حاجه اللي زوينه ما تندموش عليها. بصراحه خدينا منهم 12، دونك كتعرفوا حنايا ديما خصنا الحاجه ناخذوا منها 12 كنكملوا زعما السيري ديالهم. المهم خديت البنات دوك السوبيرات، خديت هاد الطبيصلات دايرين بحال القصريات صغار، هما ديال بورسولان، زويونين حتى هما. دونك خديت المشتريات اللي غيخصوني في رمضان، هاد الطبيصلات هادو والعبار يمكن واحد جاني ب 9.90 دراهم، واحد جاني ب 10 ديال الدراهم. دونك البنات راهم زويونين، تسقي فيهم هكا الكسيكسو، تحط فيهم الفاكهه الديسير. دونك وخديت هاد داك جوج سوبيرات الكبار، الوحده للسفوف وحده للمخرقه، زوينين راهم كبار البنات، راه ملي كتبان لكم هنا راه ما عطيهمش الكاميرا حقهم، اما هما في الواقع راهم كبار. دونك راه يهزوا لك واحد 5 كيلو ديال السفوف و 5 كيلو ديال الشباكيه وكثر كاع. دونك مهم زويونين، الثمن ديالهم 24 درهم، عجبونا. مهم حسن من دوك السطوله، نبدلو السطوله كل عام فناخدو هاد السوبيرات هادو. مهم هادشي اللي خديت، نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه. المهم كاين واحد القصريه وداكشي بقاو عندي في الطوموبيل، دونك انا كنعاود نوريكم هاد الزليفات اللي حمقوني في الصراحه. كيف ما كتشوفوا راهما كيدخلوا الفران، كيدخلوا الفريكو حتى هو، ما كيتخسروا ما حتى شي حاجه. وصلنا للخر ديال الفيديو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا تفرجتوا معنا شويه وشفتوا شنو كاين، شنو الجديد اللي كاين. دونك المهم في هذا رمضان هادو غادي نشارك معكم بزاف الحوايج اللي انا كنحتاج، التقديه اللي غنتقدى لرمضان، كلشي داكشي غنشاركو معكم، كاع داكشي اللي غادي ناخذ غادي نشاركو معكم. دونك كنبارطاجيو معكم بحال هكايا باش كتاخذوا نتوما افكار وكتاخذوا، يعني الانسان كيكونوا، حتى انا راه قبل ما كنمشي نتقدى كنشوف دي فيديو ديال يوتيوبرزات باش كنمشي حتى انا كناخذ داكشي حتى هما اللي وراونا، وهذا وهذا اللي كتاخذي افكار وصافي. دونك بسلامه عليكم، كنموت كنحماق عليكم كيف العاده، كنقول لكم شكرا وزعما التعليقات ديالكم وبلاجيم ديالكم وداكشي حنايا غادي لقدام وغادي كنكبروا شويه بشويه. دونك ميرسي بوكو، يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، بسلامه عليكم وعشركم مبروكه.